الآية الثالثة قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يقول هل في هذا حكم؟ ما معنى هذه الآية؟ وهل الحكم فيها موجه للنساء أيضا؟ للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون الإيلاء هو الحلف. إذا حلف الرجل على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر هذا هو الإيلاء، والحكم أنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يرجع إلى زوجته. نعم. نعم. فإن مضت 4 أشهر ولم يكفر عن يمينه، فإن طالبت المرأة فإن الحاكم يستدعيه ويقول له إما أن تفي تكفر عن يمينك وترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلق، فإن أبى طلق عليه. هذا معنى قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أي انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا وكفروا عن أيمانهم كفارة اليمين نعم، ووطأوا زوجاتهم فهذا هو المطلوب. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق يعني لم يرجعوا وأبوا فلا بد من الطلاق، إما أن يطلق وإما أن يطلق عليه الحاكم دفعا للضرر عن الزوجة. نعم.